أنا ربما من ضمن الرسائل التي أتوجه بها، السيد علي زيدان رئيس الوزراء الأسبق ذكرني في عدة لقاءات بأنني كنت من وراء اختطافه مع غرفة ثوار ليبيا، وذكرني بأنني أنا الذي اتصلت بالنائب العام لكي يقبض عليه عندما تم إقالته. فاليوم أتوجه إليه وأمام الشعب الليبي وأقول له هذه الآية الكريمة. أولاً أنفي ذلك، وأستغرب من السيد علي زيدان كيف يتقول وكيف يفتري علي مثل هذه التهم، وبيني وبينه هذه الآية الكريمة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. بينه وبيني هذه الآية الكريمة، وأنتظر منه إجابة.